ان صوتي مش عادي. لوما وفي الهم وفي الجيب وناس طيبة بشاهر يا بلادنا، وشانك عالي عالي شانك عالي عالي، خلك طيب النصر مشاوير، قدر طيب النصر مشاوير، بلادنا زين على زين، بلادنا ورد وياسمين، بلادنا تخافي العين، بلادنا زين على الزين. ما عنديش نية حتى في العسل. كلمتيني؟ شكون اللي دوي معاك انت يا سالم ولا دورك؟ لا غير حكيتك سمعتك تحكي طاري عسل مع عسل، فقلت اكيد انا يعني وفي واحد احسن مني، مفيش عسل احسن مني بكل. انا شكلك رايق جوك باهي. طبعا اكيد، وانا مانيش فايقت لك وما عنديش لك خلوق توا باش نحكي معاك يا سلومة. خطاني كانك بسم الله كريم، كان رقيلك انت، كان غم عليك، كانك شوفي ما كانيش يا سلومة، ما كان انت مش وتيت روحك تبي تطلع؟ اطلع امشي باهي يعني، بس ما نقدرش نطلع وسيبك انت في هذه الحاله، ده من التعقيب ما تحملكش بتعقده بكلنا يا سلومة. انا زهقانه ملا فادة نتطربق، وخليني وخطاني وامشي استهب على روحك. تهديد بالسلاح؟ حضر تستهب على روحك يا حوشي، يا شنو استهب؟ مش تستهبي. جاك الموت يا ترك الصداع، صحباتك جنك اكيد في قرمان، خشش قلهم في حشبها. وين؟ في حشبها هرجانة ارقدت غادي سيبتها. تصرف انت يا سلومة، ما نبي نشوف حد. لا لا انا ما نكذبش، انا نكذب على سبك انت وخشت النار؟ ابدا والله ماني كاذب، الواحد يكذب مرة في بعض المصالح، لكن صحباتك هذي مش صحباتي. ما نبهنش صحباتي يا سلومة، قلت لك انا متضايقة ما نبهنش. بيعدين وحدك تعبنا بك الحركة دي. او قال لك كيو اكبر من ديفانا والله ديبي سوما امبي لي كبارك كمل با انت فوسرا انت فوتي انت والي فايت بر اكبرك انت ساك فوسرا كون لا حول ولا قوه انت سراكون فوي تلاكو يو ديبي كونو ديسا يو يانا باهي باهي خلي علي برا انت برا حالك والله العظيم قسما بالله. تعال انت يا جيب لي قهوه، تعال جيب هالقهوه اللي في ايدك هذه، تعال جاي باهي، تعال 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 حط الوحده هنا. نعم يا عم سعد. راجل ارتاح له، راجل راجل انا اشبح الجماعه قبل بعد الزه. شنو صار تكيف مازال تبعتها الحنه تربح سلم وخي يا راجل، مش قلت لي منام زيت هلك؟ فكني يا راجل تربح يا خي، الناس يراجعوا فيها، ما نقدرش والله ما نقدر بالله. تمام هاي سلم وخي صحيت، بارك فيك بارك فيك. شو رايك فيه؟ وانا شرفني يا عمي سعد، ده بيزنس وانت بتفهمه. شنش نعرفك يا دعوة، شنش نعرفك؟ انت مش حكيت لك على الموضوع اواني ولا؟ معقولة؟ لا والله ما نحسب روحي اللي هدرست لك. هذا يا سيدي بن سيدي الجماعة اللي كنت نهدرز معهم، توا في عندهم صفقة مليحة، راس مالها قوي وربحها قوي، الالفة متاع الساعي تعرفها ولا؟ الفة يا عمي سعد، انا عمري ما تجرت في الفة ولا اعرف الفة. انت من قال لك تاجر انت يا دعوة؟ نهار اعرف وانت مفنص الحرب هكا، من قال لك تاجر فيها انت؟ من قال لك تاجر فيها؟ انا بنجيبها ونتاجر فيها، انت منك الفلوس بس يا راجل، والتعب والشقاء والباقي كله علي انا، ما دخلكش. وانا اش ضمني ان التجاره دي حتربح؟ لا اله الا الله، غلط فيا انت راجل، قسما بالله لا غلط فيا، تحشم على وجهك يا راجل، تقولي ضمانه ما ضمانه، الضمانه عند الله عز وجل اول حاجه، بالتالي انت خيرك يا راجل مخلوعك، علي يديني الربح فيها القرش بعشره خيرك، ومضمونات باذن الله خيرك، بالتالي انت غرجي فلوسك ماش دخلك في البنك. فلوس ايه اللي حجيبها لك دي؟ انت فلوس انت الحنة، قصدي انت العلفة يا راجل. هي حنة ولا علفة؟ والله لا متزبك انت، تعال جاي يا دعوة. في هذه قدام الناس قول حنة باش ما يستقضوش بالموضوع، يا متزبك يا متزبك، وانت شكلك زي العنزل عشانة سريات يا راجل. مالي خليك مع الكذاب. نعم؟ تعال هنا شن تشي شكلك وشن تلكلك. انا باخذ ده واحد تاني كان قاعد هنا حالا. نو حجيب لك الفلوس بسرعة بسرعة، شوف فلوسك بسرعة. والله العظيم ما تقول الا النار. يا السلام عليكم. اوه سلومة وات فلوسك حتى انت يا غالي، علي يديني مشروع مضمون الربح القرش بعشرة يا حبيبي. الله يسعدك والله ما دخلك، الله انت نصاب، انت نعم نصاب ابدا.
درت لي مره واحده خير واجد خير مره واحده عطيتك فلوس ضحكت فيه ولعبت في ريش ودرت لي وجيج اسف جدا اسف قصدك من رجلي انت تول شيء طبعا من رجلك صاحبي صاحبي ونعرفك خطاني تبي تدير فلوس دير من واحد اخر اوكي استاذ خليك على المصري والله العظيم بالله اقسم بالله خليك هذا سيد شو فيه؟ سالم ومشى الدعوة يا سالم يا سالم اخلعتني يا نور شو فيه يا نور؟ أكلك سودة بي أعرفها ليلة سودة أنا أعرفها لكن ما قلتليش يا نور شو نصيرك؟ أنا أبي أروح لا تتكلم عربي يا دعوة تعال هنا وبتروح يا سالم استشهد هذا ولا شيء صار فيه نهار المبارك سالم سالم الحمد لله يا ربي حسابك مو تدعوة شن فيه؟ تقول ندرى جماعتنا 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 يضربوا في جماعة الآخرين والله أقسم بالله وبين من قال لك أنت جماعتنا يضرب في الجماعة الآخرين ها؟ من قال لك يا راجل من قال أنا سألت واحد برا قال لي جماعتنا يضربوا في الجماعة الآخرين والجماعة الآخرين هم مش جماعتنا ولا تعرف ما تعرف جماعتنا من أنت يا راجل بالك تعزوز مش جماعتنا نهارك لعرف على راسك شنو يصير فينا بعتالي بابا يا شباب وين النور وين النور النور روح يا دعوة نور روح خلاها ظلام ومشى يجري يا سعيد غيرك في ربي يا سعيد جيب له واحدة في ربي على أربيجي أربيجي محنط محنط في ربي واتمنى انك تعيشه يعني خلاص بعد تم الموضوع رديت البزنس وكلم دي سعد خريات قسما بالله لا 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 قلت لك اضحك علي واحد اخر خلاص اضحك على المصري اضحك على المصري اضحك عليه اوكي استاذ اي مع السلامه اوكي خلاص خلاص هاي يلا خريات سعد اوي عايشين هجو هاي صبح بعدين تغدى شد بالله قطعني الشر نبي ناكل نوضة اقلي دحية ولا دير شرمولة دحية ولا شرمولة عليش انا الدحية انا قريب ندحي منه الدحية اقسم بالله قريب نقعد ديك في هالحوش انا فكيني منه صبي دريلي غداكي في الناس صبي اسمع يا سلومة انا لا درت غدا ولا عندي نية نطيب غدا انت عارف روحك انا من صبح زعلانة ومتكمتية وطايرت لي انا قدرت في حسابك جبت غداك معاك ندير حسابك لندير شيء ما عنديش علم انك متكنطية متكنطية هذه شنو المهم ما عنديش علم انك متكنطية والله مش عارف ايش يصير لك خلاص معنا صبي صبي نتغدى في مطعم فكينا لا تن لا دحي لا شرمولة جو وظف كذا من ناخذ حاجة فيها قوة وبروتينات ما قال لي ما عندي خلوق يا سلومارة لا للبس عباتي لا للمكياج خلاص خليك قاعدة ما عندكش مشكلة ولا تو تمشي معي ونقول معي عفريتة وانا اسلو مع عفريتة لا والله لا والله والله لا والله انا اللي عفريتة اقسم بالله انا اللي عفريتة خلاص ما ب ب ب ب البس جرد امك وهي لا من البس جرد امي طال وقتي روحي دقيقة وانا وقتي روحي ايوة وقتي روحي امي مس يا مدامي انت يا مس وقتي روحي امي في معاك وهوى يا هوى يا نسمة الليل رايحة تعدي على روحي وحبيبي عاد شوية بس نعدي نغسل يدي ونرد عليك راك تطلبي حاجة اني نجيك ايوا تطلبي شيء عارفك انا جيب لي صحن هوام تاع 20 دينار بحري و
واعطيني الوجبة هي اللي فيها اللحم وجيب لي معك وجبة الشيف نتاع اليوم. وتبانك تغلط الغلطة الفادحة. تفضل أستاذ. سلطة كبير وسلطة صغير. تفضل. أنا وجبة ما فيهاش لحم ما ناكلهاش. بس 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 خلاص رجل رجل. فضحتيني بدم خلاص جيب لنا اللحم الصغير. شيء بنيه ذيب صغير. أنا وجبة من غير لحم ما ناكلهاش يا زلمة ما ناكلهاش. كانك يا مسكينة كانك نجيب لك لحم ذيب صغير كانك معانا. أنا من غير وجبة لحم ما ناكلش يا زلمة وأنت تعرفني. بس الناس في الناس في المطعم واللحم ما تركبش ما تجيش ربي من لحم لا استاذ بارك الله فيك سلمك استاذ باقي ممكن بس يعني انت جبت نبي سلطه تاكل سلطه يا زلمة اللحم مش ليك حنوما جيت لك كل حم مش كله يا سلومة كان لك انت يا سلومة ما خليك لي شيء دي كنت بدينا عن جد ما خليك لي شيء ورا فلو بدينا كل شوف هذوما محلاهم شنو هذين؟ يا ودي هذين حشمتني حشمتني تقول ندري عليه شنو هذين أنا؟ تفضل تفضل فيها لك الأفضل ما تعصبنيش يا سلومة ما تعصبنيش عندناش بنفسه في الحوش نحنا بقى تفخذي تفضل تفضل شيل ايش بس صبحي فانت بس هم مش عادمك شفت يلا انت اقسم بالله تحسي شنو ما لي أزمة. شفت يا سلومة حشمت. ما يخش حتى في صبعي هذا شو في واحد ذكى. ما تحق ليش شوف روحك في المايا. تفضل 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 تفضل. إذا ما من الأول شلتها من يدي. أشديتها من يدي. أعطيتها للراجل باش يلفها الموضوع بتاعه. تفضل 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 تفضل. هذا المكان الجميل. وهذا من أنا أفضل من أنا أفضل من أنا أفضل من أنا أفضل. انت لارج انت مطلعني علش علش كيف انا طلعتك من الدهر لانك جوك لانك جوي بس مش متنكده انت مش متنكده دي الروح متنكده بس لم يشري هذا التكده علي انا تشري بسلومة ايا بسلومة يا حنا عازمتكم كلكم
واللي ما تبيش تجي راهي بتفوتها المسمنة والغريبة والكعك. واللي ما هي جايتني راهي ما هي صاحبتي ولا حبيبتي. اوكي نرجع فيك معي بالسلامة. سلومة. انا عازمة الصبايا اليوم. باش تبني ندير لك يعني؟ يعني نوض الدرهب شد الطريق. عن جد الدرهب هذه عقاب هذه الدرهب انا اهانه لي انا هذه افضل يا اختي ونطلع للجماعه من بعد الزرده نمشي معاه اسبوع في زرده غادي والله ما تحق بيش لا توجهي باي لوما لا 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 مش 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 اسبوع اسبوع نص نهار شوي وجهي باي ضروري جن الصبايا باهي عندك 5 جنيه سلف عندك شا باش بنبدا نتوا في الحاج هو صوتي مش عادي سلومه